انتي عارفة ان ب26,500 تقدري تخلصي المفروشات بتاعتك كلها واضمن لك ان مفيش حاجة واحدة هتبقى ناقصة في المفروشات؟ هقولك ازاي. الفكرة كلها ان سنتر الشمس عاملين عروض قوية جدا على المفروشات، ومن ضمنها عرض العروسة اللي ب26,500. طيب هتجيبي بيهم ايه بقى؟ هتجيبي 30 فوطة شاملين 6 فوط للاطفال وبالالوان والاشكال اللي تختاريها، وكمان هتجيبي 6 ملايات مشجرين سرير كبير و6 ملايات مطرزين سرير كبير، ومنسيوش كمان ملايات الاطفال. هتاخدي 6 ملايات اطفال مطرزين مشجرين، وملايات الاطفال بقى هتلاقوها باستك وعليها اشكال مجسمه وبارزه وحاجات شكلها كيوت قوي. وكمان هتاخدي لحاف سرير كبير ومعاهم لحافين اطفال، وممكن تستبدلي لحافين الاطفال ببطانيتين. وفي العرض كمان هتلاقي بطانيتين، واحده مفرد وواحده مجوز، ومتاح كل الالوان. ولسه العرض مخلص. هتاخدي كمان كوفرته بالملايه بتاعتها لسرير كبير، وكوفرتتين بالملايات لسرير الاطفال، وثلاثه دفايه لسرير كبير واثنين لسرير الاطفال، وطقم بورنوس بيبقى مكون من 8 قطع شامل فيه كل حاجه. انتي تعبتي ولا ايه؟ لسه ليكي كمان مفرش عروسة تيجي تختاري الشكل والتطريز اللي يعجبك. ده حتى في العرض كمان حاطين 10 فوط حمام و6 فوط للمطبخ. والحلو بقى في العرض ده ان انتي بتيجي وتختاري الشكل واللون اللي يعجبك، وممكن تزودي او تشيلي اي قطعة من العرض. وعندهم شحن لجميع المحافظات، ده غير بقى انك لو جيتي تاخدي عرض العروسة ده هتاخدي هدية ليكي انتي ومامتك من هناك من اي قسم تختاريه. والسنتر ده هتلاقوه موجود في حمام التلات في الموسكي.